مشاهدينا عبر دفقة شروق الصباحي الحي. لتنمية ممكن تكون عقل الفكر الأساس. سواء تكلمنا عن المشاكل اللي موجودة في كل مكان حد ولا، لكن مرات بيكون في دعومات خارجيه ممكن تضيف ايجابيا للمستلزمات الصحيه اللي بتكون في كل مكان، من ضمنها دعم البنك الافريقي للتنميه لقطاع الصحه بالنيل الابيض. نشاهد في التقرير ده المجهودات المختلفه المقدمه من هذا البنك لصحه الولايه. تغويه للغطاء الصحي وتضميضا لجراحاته العميقه والقديمه، تسلمت السلطات المختصه بولايه النيل الابيض دعما عينيا للمراكز الصحيه والمشافي بمبلغ 230 ألف يورو منحة من البنك الأفريقي للتنمية، وشمل معينات ل 21 مرفقا طبيا منها 8 مراكز ذهبت مناصفة بين محليتي بولي والجبلين، وأخرى لمشفى تندلتي والصندوق القومي للتأمين الصحي، وفي الطريق أثاثات ل 11 مركزا بمحلية تندلتي تسلم لاحقا، دعم قد يسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الصحي بالنيل الأبيض. حسيده واحد المعدات الطبيه واحد من المكون الاول، عباره عن اساس ل 21 مرفق صحي في ولايه النيل الابيض بقيمه ما يقدر 230 الف يورو. دي دفعه، في دفعه كانت قباله وفي دفعه ثانيه حتيجي بعديها، وثاني شغالين في بعض المكونات في التدريب في داخل الولايه. فش عندنا يعني في تارجتت ل 722 من الهيلز فاسيليتيز. فالمعدات التي سلمت اليوم تعد تنفيذا عمليا لشراكات حكوميه مع مؤسسات ماليه ومنظمات اقليميه ودوليه لتشكل دعما للقطاع الصحي واسنادا له من اجل تجاوز تحديات توفير الخدمات الطبيه بصوره متكامله للمواطن بالنيل الابيض. بنشكر بنك التنمية الأفريقي مشروع بناء القدرات على كمية الشغل والجهد العظيم اللي هو بيبذله في ولاية النيل الأبيض. أول حاجة هم شغالين معانا لهم مدة في مشاريع متعددة، منها بناء مراكز وإعادة تأهيل للمستشفيات وإعادة تأهيل لمراكز صحية، وفي نفس الوقت برضو بناء بعض المشاريع في المستشفيات. اليوم تم تسليم عدد مهول من أثاثات اللي هي حتكون موزعة على بعض المستشفيات وبعض المراكز الصحية اللي تم بنائها. ويأتي الدعم المقدم اليوم ضمن مشروع بناء القدرات بإشراف مباشر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادية وتمويل من البنك الأفريقي للتنمية، ليضع الأساس المتين لمراكز الصحية ويسهم بالتالي في تقديم خدمات الفحص والعلاج لمواطن عانى كثيرا في الحصول على رعاية صحية كمن وكيفا. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، ربك.